حياتنا بتبدأ بحلم وبنعيشها بحلم، وبين كل حلم وحلم أسرار كتير وخفايا كتير قوي. ممكن حلمك يكون بشرة خير طبطبة من ربنا أو تحذير إلهي، ممكن كمان يكون كابوس تعيش خايف منه طول عمرك. هتساعدك في تفسير حلمك وإزاي تحل مشاكلك من خلال أحلامك، تفسير علمي ديني فلسفي مع مفسرة الأحلام الأستاذة دعاء عبد المعز. فقط اتصل من أي تليفون محمول على 11 98 وهترد عليك خبير تفسير الأحلام دعاء عبد المعز.